ينضم إلينا لمزيد من المتابعة من كييف مراسلنا صابر أيوب. صابر أهلا بك، كيف تابعت كييف الانسحاب الروسي على الحدود أو انسحاب القوات التي كانت متواجدة على الحدود مع أوكرانيا، وهل تغير الخطاب حتى الآن؟ تغير نوعا ما بطبيعة الحال. رحبت كييف بهذا الانسحاب وقالت بأنه سيخفض أو سيؤدي إلى تخفيض مستوى انخفاض مستوى التوتر على حدودها الشرقية، لذلك لكن ذلك لا يمنع من أن روسيا قد تعود في المستقبل إلى نفس الممارسات الاستفزازية كما وصفتها الخارجية الأوكرانية وأيضا الرئاسة الأوكرانية. لذلك كييف مستمرة في الحقيقة في حشد الحلفاء، سواء من خلال اجتماع جرى هنا اليوم بين ممثلين عن الرئيس الأوكراني وممثل حلف شمال الأطلسي هنا في كييف، أو بذلك اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا مع نظرائه في ما يسمى بالجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. هذا اللقاء جرى في بوخارست العاصمة الرومانية وضم كل من بولونيا وبولندا وتركيا ورومانيا بالإضافة إلى جورجيا وأوكرانيا كحليفين لحلف كحليفين مرشحين للانضمام لحلف الناتو. لذلك تسعى كييف إلى الانضمام إلى هذه المنظمة لتكون تحت حمايتها، تحت حماية مظلتها، وهذا هو الأمر الصعب وهذه الخطوط الحمراء التي يتحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من أوكرانيا خط أحمر لا يمكن للناتو أن يتواجد فيه. طيب لا يمكن لأوكرانيا أن تنضم إلى هذه المنظمة. تحدث سابقا عن أن إمكانية التفاوض أو دخول في محادثات مع أوكرانيا هي مطروحة، لكن يجب على أوكرانيا أن تتحاور مع ممثلي منطقة دونباس. كيف تتعاطى أوكرانيا مع هذا الطرح الروسي؟ وهذا ما ترفضه تماما كييف، مرفوض تماما، لأنها تعتبر أن الانفصال في شرقها هو مدعوم من روسيا، وتذهب تقارير إلى أكثر من ذلك وتصريحات حكومية عنيفة في الحقيقة باعتبارهم عملاء لروسيا ولا يمكن التفاوض معهم. هذه هي المشكلة، لب المشكلة هنا، وبالتالي عجزت منظمة مينسك التي ترعاها منظمة التعاون والأمن في أوروبا عن حل هذه القضية منذ سنوات، وبالتالي الاشتباكات مستمرة هناك. بالأمس أو في غاية 24 ساعة الأخيرة حدثت أكثر من 20 اشتباك أو انتهاك كما وصفته قيادة الجيش الأوكراني، قيادة العمليات المشتركة هناك، وأدت إلى مقتل جندي. نعم. رغم انسحاب الروس من هذه الحدود الشرقية إلى أن العنف مستمر هناك، وهذه هي مخاوف كييف من أنه يتجدد. وبعض التقارير أصدرتها اليوم وزارة الدفاع بأن الانفصاليين هناك بالفعل يحضرون إلى هجوم على مواقع الجيش الأوكراني. شكرا جزيلا لك صابر أيوب، كنت معنا من كييف. استدعت اليوم وزارة الخارجية الروسية السفير البولندي لديها في أعقاب طرد وارسو دبلوماسيين روسا، وفق ما ذكرته وكالة الإعلام الروسية. أكدت بولندا قد طردت 3 دبلوماسيين روس هذا الشهر، قائلة إنهم انخرطوا في أنشطة تضر بولندا. لقد ردت روسيا الأسبوع الماضي بالقول إنها ستطرد 5 بولنديين. عودة مشاهدينا إلى ملف التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وينضم إلينا من موسكو مراسلنا محمد حسن. محمد، إذا روسيا تنفذ ما أعلنت عنه سابقا وتقوم بعملية سحب الجنود المتواجدين قرب الحدود مع أوكرانيا، أو بدأت فعلا في هذه العملية، كيف تتم وما هي آخر المواقف فيما يتعلق بالعلاقة بين موسكو وأوكرانيا سياسيا وعسكريا الآن؟ نعم، فيما يخص عملية الانسحاب بأمر من وزير الدفاع، فعلا يتم هذا الانسحاب وسيتم حتى الأول من مايو، أي بعد أيام ستعود كل القوات العسكرية وقوات الإنزال الجوي التي كانت متواجدة في شبه جزيرة القرم إلى قواعدها، وربما أيضا القوات العسكرية التي كانت مرابطة على الحدود الشرقية لأوكرانيا أو بين الحدود بين روسيا وأوكرانيا.
فيما يخص العلاقة بين روسيا وأوكرانيا ما زالت متوترة. الحديث الآن يجري عن تسوية سياسية ربما تكون في إطار النورماندي، وهناك أيضا حديث عن لقاء قمة دول النورماندي، فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب عن استعداده لاستضافة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هنا في موسكو لبحث الموضوع، موضوع شرق أوكرانيا، ولكن هذا لا يعني أن موسكو يعني تحركت عن مواقفها الثابتة التي تتحدث عن أهمية تطبيق اتفاقات مينسك التي تم التوصل إليها عام 2015 بين السلطات في أوكرانيا وبين القوات الانفصالية في دونباس، حيث أن موسكو لا تعتبر نفسها طرفا في هذه الأزمة، وتعتبر أن الأزمة بين الانفصاليين شرق أوكرانيا والسلطات في كييف، وأن موسكو مع فرنسا وألمانيا هي من الدول الراعية والضامنة لتطبيق هذه الاتفاقات التي لم تطبق منذ ذلك الحين. لذلك قد يكون هناك تحرك نحو إيجاد اتفاقات جديدة لتسوية موضوع نعم، الدومباس، شكرا. ولكن العلاقة إجمالا بين روسيا وأوكرانيا تبقى بعيدا عن تلك العلاقة التي تتمناها موسكو، في انتظار ما وربما ستثمر عنه هذه الوساطة هذا ما تريده الأوروبية محمد. أوكرانيا التي تريد أن تكون أقرب إلى الغرب وتريد الانضمام إلى الناتو. شكرا جزيلا لك محمد حسن، كنت معنا من موسكو.